تقدمت لجنه العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للاجهزه المعنيه الامنيه والمعنيه على جهودها لاحتواء الموقف في منطقه الوراق بمحافظه الجيزه اكدت لجنه العفو ان جهود الاجهزه الامنيه قد تكللت بالنجاح وباخلاء سبيل كافه المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم بعد استيفاء الاجراءات القانونيه معتبره ان نهج الاجهزه الامنيه من ابرز مخرجات الحاله العامه الايجابيه التي واكبت الدعوه للحوار الوطني